السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين في كل مكان، معاكم سيفو محمود عثمان، سيفو بارق فيصل. النهارده برضو هنتكلم عن العصايه، ولكن النهارده هنستخدم على استخدامات العصايه. نتكلم عن استخدامات العصايه في الجزء اللي احنا دايما سايبينه، الاربع قبضات دول، او اسف الاربع صوابع دول. مبدئيا عشان نعرف البين بوينتس او نقاط الضعف في جسم الانسان، خدها قاعده: اي تجويف واي مفصل واي عكس مفصل. اي تجويف واي مفصل واي عكس مفصل مع الاعضاء الحيويه زي الجروين، القصتين يعني، والعينين والانف والاذن. ده استهداف المناطق الحيويه في جسم الانسان. هنشوف مع بعض تطبيقات بس سريعه جدا، هنشرح بشكل مبسط جدا. مبدئيا البلوك بتاعنا اوكي. هنا بقى سواء مسكت العصايه او مسكت الايد، طبعا مسكت الايد اسهل. طبعا اول ما يعمل بلوك احنا هنمسك الايد، هنشتغل على بين بوينتس. قلنا اي مفصل واي عكس مفصل واي تجويف في جسم الانسان. اي مفصل، لو ابتدينا بمفصل العصايه، مفصل الكوع الداخلي، هنستخدم الجزء ضربنا من هنا، طبعا في هنا طعن او ممكن يحصل نزيف داخلي. بالشكل الثاني ان انا برضو بنفس الجزء اللي انا هضرب بيه عكس المفصل بيحصل عمليه كسر او في العضلات، نفس الموضوع، او عضله الترقوة او خلف الراس او في الاذن او في العينين الاعين، او بضغط بالترقوة على تجويف عين، ممكن الانف، قلنا الاعضاء الحيويه، او اي تجويف، او فم المعدة، او في تحت الحزام او منطقة الجروين، او ان انا بضرب في المفاصل او عكس المفصل. تطبيق سريع: واحد، مسكت الايد في العين، تطبيق سريع في تحت الضلع، في تحت الحزام او منطقة الخصية، في الاذن، او في بجوار الجمجمة، من تحت الى اعلى، طبعا في منطقة الزور. وان شاء الله نكتفي، وان شاء الله في حلقات قادمة ان شاء الله رب العالمين هنقدم لكم شرح مفصل عن الموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.